تحية رياضية رجوية خاصة لكم مشاهدين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي غجا نيوز. الرجاء يحصد أول هزيمة داخل إطار البطولة الاحترافية أمام أولمبيك خريبكا هناك ملعب الفوسفور، وفي حلقة اليوم نتعرف عن أسباب هذه الهزيمة من خلال تصريحات اللاعبين. آخر الأخبار، ملخص التدريب واستعدادات الوصول للقاء القادم أمام نهضة سطات في عدد اليوم من غجا نيوز. في الوقت الذي كان ينتظر عشاق الرجاء نتيجة إيجابية والعودة بنقاط مباراة الرجاء لوسيكا بملعب الفوسفات لتعويض التعادل الذي حققه الفريق في أولى الجولات داخل الدار أمام أولمبيك أسفي، ازدادت البداية تعثرا بهزيمة لم تكن متوقعة، خصوصا وأن الرجاء يتوفر على فريق متكامل الصفوف، لكن الفعالية غابت وغابت معها الأهداف ليفتح قوس التساؤل من قبل المناصرين. فريق استعد بشكل جيد وكيف المعتاد كيستعد كل موسم في كيكون تربص واستعدادات باش تكون البداية في طموحات النادي بجمهور ديالو بالمسير وبالطاقم التقني. كنظن الا جينا شويه نديرو ورجعوا للمباراه ديال اسفي ولا المباراه ديال خريبكا، صراحه المردود كان ارتياح من ناحيه المردود، غابت غير الفعاليه، لان الفريق اللي كيوصل للمرمى عده مرات وكيخلق محاولات كثيره وكتغير فعاليه، هذا ما كيكونش داك القلق عند الناس التقنيه، لان الفريق اكيد انه غادي يسد هذيك، غادي يلقى المسار الصحيح ديالو مستقبلا، لان حنا الحمد لله لا شتي كي نرتاح في المجموعه ولا على الطاقم التقني، لان كنعرفوا المجموعه كتادي بشكل جيد. غابت الفعاليه صراحه، كنا كنطمحوا الأحسن، ولكن ان شاء الله غنداركو هذه البدايه المتعطره ان صح التعبير باش نرجعوا اللي اعتاد عليه الفريق والجمهور ديال. اول حاجه كنعتذر للجمهور على هذه الخساره والتعادل. كما كيعرف الجمهور فريق الرجاء البيضاوي جمهور كبير، وفريق الرجاء البيضاوي فريق كبير، وخا اننا تعادلنا وانهزمنا ما كيعنيش ان فريق الرجاء البيضاوي انه فريق يعني وخا كك بدينا بالتعادل وخساره مع فريق اولمبيك خريبكا، ما كيعنيش ان فريق الرجاء البيضاوي ما غاديش ينافس على اللقب، وغادي يعني غنديو يعني نعاود عاوتاني نقدر ناكد على هذه النقطه. فريق الرجاء البيضاوي غادي يعني لقب في الخزانة ديالو إن شاء الله، هو البطولة الوطنية، وإن شاء الله إحنا عازمين ومع المدرب والأصدقاء يعني أننا نحقو مرة أخرى يعني لقب الخزينة لفريق الرجاء البيضاوي، وهادشي ما كيعنيش أن فريق الرجاء البيضاوي أنه غادي يعني غادي يبقى بدل النتائج السلبية. ما بديناش مزيان في هاد المباريات، الجوج مباريات الأولين، هادشي وارد في كرة القدم. ان شاء الله المباريات القادمه ان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا، وبالنسبه للجمهور ان شاء الله كنتمنى يتفهموا هذا الشيء ويكونوا مساندين على طول العام ان شاء الله. بخصوص الوافدين الجدد، فقد توصلت إدارة النادي بورقة خروج المتألق مروان زمامة، وبالتالي فمروان مؤهل للعب المباراة المقبلة المتعلقة بكأس العرش. أما بشأن الكونغولي ديوكاندا، فقد سمحت الفيفا عبر نظام الانتقال والمطابقة TMS بتسجيل احتياطيا ضمن لائحة الفريق مما يؤهله للعب. أما الدولي المغربي صلاح الدين السبعي فهو الآخر أصبح جائزا للدفاع عن أنوال الفريق في المقابلات الرسمية بعد وصول ورقة خروج. اللقاء المقبل بالنسبة للرجاء يضعهم أمام نادي نهضة سطات برسم سدس عشر كأس العرش مركب محمد الخامس السبت بداية من الساعة الثالثة زوالا، وكان من المفروض أن تجرى أطوار اللقاء بملعب البلدي لسطات، لكن بعد اجتماع إدارة الفريقين قررا أن تلعب المباراة بالبيضة. وقد بادرت مؤسسة رجاء فونداسيون التابعة للنادي أن يتنازل فريق الرجاء عن مداخيل المواجهة للفريق السطاتي، وذلك للعلاقة الجيدة التي تربط الناديين معا. فكيف تمر الاستعدادات لهذه المواجهة؟ بالفعل هذا الاسبوع باش تكون فكره عند الجمهور ديال الرجاء البيضاوي بان الفريق الطاقم التقني ركز على شويه تكون تمارين مريحه كيف كنقولوا، باش وخدمنا على الجانب النفساني باش اللاعبين ما يفقدوش الثقه، لان كتعرف الثقه هي اهم شيء عند لاعب كره القدم. يمكن يستعد بشكل جيد ولكن كتغيب الثقه يغيب كل شيء،
حاولنا نخلقوا ديك الروح ديال الدعابه ما بين اللاعبين وما نفقدهمش الثقه لانهم ادوا بشكل جيد. وغابت الفعاليه ممكن غنسترجعوها في اقرب وقت ان شاء الله. المباراه ديال يوم السبت ما كنظنش غادي يمكن الكل كيتكلم على الانتصار وداك الشيء. حنا كخصم كتعطيه حقه وكتركز ليه باش تأدي بشكل جيد وتوصل نتيجة، ونتمنى إن شاء الله نحقق واحد النتيجة وكبيرة وتكون أداء باش تسترجع ديك الثقة للمباريات المقبلة إن شاء الله. بطبيعة الحال غادي نستعدوا فيها، واخا كنعرفوا فريق نهضة سطاتية والأزمة اللي كيمر فيها، ولكن هادشي ما كيعنيش. فريق نهضة سطاتية فريق محترم، غادي ندخلوا معاه يعني كجميع الفرق، وان شاء الله غد هذه هي غادي تكون انطلاقه ديال الفريق رجاء البيضاوي، وان شاء الله غادي نحققوا الفوز على فريق سطات. شكرا. وان شاء الله نحاولوا نرجعوا الثقه ونجيبوا الرباح ديالنا ونفرحوا الجمهور باش تكون هذه هي انطلاقه ديالنا ان شاء الله. اذا المشاهدين، لابد من دعم جماهيري كبير خلال لقاء نهضة سطات الخاص بكاس العرش، واننا نساندوا فريقنا في الوقت الراهن لاسترجاع الثقه والانطلاقه قويه. تابعوا دائما جديد الرجاء من خلال الموقع الرسمي غاجاكازابلانكا.com او من خلال موقع يوتيوب بادخال غاجافوت اوفيسيال. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، في امان الله.